نحن اليوم نعلن عن انطلاق فعاليات التوعية بمرض سرطان الثدي لدى السيدات ضمن رؤية وزارة الصحة المنبثقة عن رؤية منظمة الصحة العالمية في جعل شهر تشرين من شهر أكتوبر من كل عام هو للتوعية بهذا المرض والذي ينتشر بشكل كبير في العالم وفي الدول المختلفة والذي أيضا بنفس الوقت ممكن الوقاية منه بالطرق المتعددة في التوعية حول المرض والوقاية من مسببات المرض وأيضا بموضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات. ونحن من ضمن في ضمن هذه الفعاليات التي سنقوم بها سنقوم بالتوعية عبر الوسائل المختلفة وبالتشبيك مع المجتمع المحلي وفي جميع مرافق ومؤسسات والمجتمع المدني في المحافظة سواء بالتوعية سواء بالفحص الذاتي للثدي سواء بالكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث أنه لدينا المركز الماموغرافي اللي هو مختص بتصوير الثدي للكشف عن حالات سرطان الثدي وطبعا احنا نعتمد في هذا الموضوع برنامج التحري عن سرطان الثدي حيث ان الكشف المبكر عن سرطان الثدي يؤدي الى العلاج الامثل والانسب والاكمل لهذا المرض قبل ان يحدث او يكون في حالات متقدمه ولا يمكن علاجه. طبعا احنا في برنامج تحري وطني وطول كرم من ضمن هذا البرنامج ويتم التحري عن سرطان الثدي مثل ما قلنا بالطرق المختلفة سواء بالفحص الذاتي لدى السيدات أو عن طريق التصوير الشعاعي أو عن طريق خدمة الألتراساوند. طبعا هدفنا دائما أنه نحاصر الحالات ونكشف عنها بشكل مبكر وأيضا نوعي بطرق الوقاية منها بنفس الوقت اللي هي نمط الحياة الصحي والنشاط الجسماني ومكافحة التدخين. كل هاي العوامل أيضا اللي هي لها دور رئيسي في حدوث سرطان الثدي وإحنا بنعتبر أنه أو حسب التقارير الموجودة والتسجيلات لدينا أن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى من السرطانات بين الإناث وهو السبب الثالث للوفيات في السرطانات بشكل عام في فلسطين. ومن هالمنطلق احنا بالرؤية وزارة الصحة اللي هي منبثقة منظمة الصحة العالمية نأمل انه في حلول العام 2020 ان تنخفض الوفيات بسبب سرطان الثدي الى حوالي 30% من اسباب الوفيات. ومن هذا المنطلق نحن ندعو ومن عبر وسائل الاعلام وعبر تلفزيون الفجر ايضا المجتمع كافة وللسيدات الاهتمام بموضوع سرطان الثدي التحري عنه مراجعة العيادات الصحية لتعلم الكشف الفحص الذاتي عن سرطان الثدي وأيضا للسيدات من سن 40 فما فوق أن يكون هنالك فحصا دوريا عبر التصوير الشعاعي في مركزنا الموجود في المحافظة والذي يستقبل كل السيدات من سن 40 فما فوق وأيضا الأعمار اللي دون ذلك عند الحاجة إلى ذلك بعد فحص الطبيب أو فحص الممرضة المختصة في هذا الموضوع.